اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنفس المدرسه بتاع امهاتنا والطعم الجميل واللطيف. هنعمل النهارده طاجن لسان العصفور باللحمه، ولكن المدرسه مختلفه شويه. هي نفس المكونات اللي بتستخدمها كل امهاتنا، لسان عصفور، لحمه مفرومه، بصل، ولكن طريقه الاعداد والتنفيذ هتكون مختلفه شويه. هنشوفها مع بعض في خلال التفاصيل ان شاء الله. نعمل الكفته مع توست، مع شرايح التوست، في تفاصيل كده طعم جديد هنقدمه لحضراتكم النهارده. معانا النهارده كمان البتنجان. انا بحترم البتنجان جدا بما فيه من قيمه غذائيه وعناصر غذائيه بيحتاجها الجسم على مراحل النمو كلها. هنعملها النهارده مع الفتوش، عروسه السفره. طبعا الفتوش من المطبخ الشامي او المطبخ اللبناني او السوري عموما، دايما بيتميز بدبس الرمان والسماق، دول لازم اساسي في الفتوش. انما وجود البتنجان النهارده بشكل جديد، دي الاضافه بتاعه الشيف المغازي. هنشوف نقدمها ازاي بما ان البتنجان قيمته الغذائيه عاليه جدا. المشمش، واشوفك في المشمش النهارده مع بعض. هنعمله كرامبل حلو كده لطيف، فطيره ممكن ان احنا نقدمها لاولادنا في مذاكره الثانويه العامه، والطلبه ربنا يوفقهم ان شاء الله وندعي لهم بالتوفيق ان هي تكون موجوده ساعه الفطار او مثلا وجبه عشاء خفيفه فيها عناصر غذائيه، فيها حليب وفيها زبده وفيها قرفه وفيها جنزبيل وفيها طبعا كمان فليفر من الفانيليا. فالحاجه الحلوه ديت فيها الطعم اللي احنا عايزينه. هنقدمه لاولادنا النهارده، بتبقى وجبه فطار الصبح او وجبه عشاء، حاجه خفيفه ولطيفه وزي الفل. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه وافكار بتكلفه ماليه قليله جدا، ونعمل اللي احنا نفسنا فيه. ايه رايكم في الكلام ده؟ نشوفه بعد الفاصل او هتروحوا بعيد بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نشوف خط سير الحلقه هيمشي ازاي. دايما يسالوني هتبدا بايه الاول. هنبدا باول حاجه ممكن تاخد مننا وقت. عندنا لسان عصفور محتاج انه يتحمر بطريقه جديده النهارده، معانا لحمه مفرومه، معانا بصل وتوم. يعني هنبدا بطاجن لسان العصفور باللحمه ولكن بشكل جديد مختلف. معانا لسان عصفور وبصل وتوم ولحمه مفرومه، المقادير على الشاشه، ولسان العصفور باين ان هو يعني زي الفل. ومعانا كمان توست منقوع في شويه حليب وشويه زعتر والبصل والثوم، بهارتنا طبعا والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، ودي باختيارك انت، ممكن تحط كركم، تحط جنزبيل، تحط ممكن حبهان، زي ما انت حابه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. حلوه قوي. اول حاجه بنحط اللحمه المفرومه، الكميه بتاعتنا كده تشتريها من عند جزار ضاني او كندوز، نسبه الدهون تقريبا من 20 ل 30%. انت حباها دسمه شويه زياده، انت وصحه الاولاد بقى والجو اللي احنا عارفينه. في واحد يقول لك انا احب الدسم. حلو. معانا توست هنا، توست ده حاطينه فيه حليب منقوع كده، فكره عمل صوص الشركسيه. لما نيجي نعمل الشركسيه بننقع التوست ده في حليب ونحط معاه الكزبره والبصله والتومه وعين الجمل. ده بالنسبه للشركسيه. احنا مش هنحط الكلام ده هنا، احنا حاطينه في حليب كده بالشكل ده كده اهو، واحط شويه الحليب عليهم. ما بقتش كفته دي يا شيف، ده بقى فيها كل حاجه. هو ده الكلام، هنخلط دول مع بعض. حلو قوي. تاني كده اهو، خلي كده. كده زي الفل. ايه الفكرة يا عم الشيف؟ ان انا خدت اللحمة المفروم فرمته مع التوست. هشوف العجينة دلوقتي ونشوف اللحمة شكلها عامل ازاي. والله اذا كان محشي كوسة وبتنجان يفضل الخلطة طبعا تسبك الطماطم الاول مع البصلة والتومة، وبعدين نحشيها جوه البتنجان او جوه الكوسة حسب ما انت حابب يعني، ولكن يفضل طبعا التسبيكة على النار
بصله ناعمه كده، شايفين ازاي مع اللحمه المفرومه اهو. توم حلو قوي السؤال ده، جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي قال لك ينفع ننقع الحليب، ننقع التوست في ميه بدل الحليب؟ انا هنقف حليب علشان ببني الهرم الغذائي، بما ان هي كفته والاولاد بيحبوها فنستفيد بوجود الحليب مع التوست، هي دي الفكره. انما لو نقعناه لو حطيناه في ميه مش هيقول لا، ادي الفكره كلها. بابريكا، شويه كركم. شفت بقى الكفته مختلفه النهارده، الشكل والمضمون والتركيبه، ملح وفلفل. انا معايا التوست هنا اللي انا حاطه مع اللحمه المفرومه بمثابه حارس مرمى قوي جدا، العصب بتاعها من الاخر يعني مستحيل تفك منك، مستحيل تفرط منك. والفلفل، كل دي بهارات يا شيف، كل دي بهارات لطيفه وحلوه، وبهارات ما هيش مؤذيه يعني ما فيهاش شطه ولا حاجه. على فكره البهارات بتنشط الجهاز الهضمي. كل دول مع بعض وقلب كده الخليط ده كده. عملت انا كفته شكلها حلو اهيت، فيها التوست هو العصب بتاعها، فيها البهارات، فيها التوم، الشاك، واقلبها كويس. وبعد ما اقلبها اكورها كور كبيره، حلو يعني تقريبا قد حبايه التفاح. ونمسكها بقى نحمرها الاول تاخد الصدمه على عين البوتاجاز، وبعدين تخش الفرن على ما تستوي كور الكفته دي. يكون لسان العصفور بتاعنا الجميل، حمرناها في زبده، معلقه سمنه، بصله ناعمه، شويه بهارات، دلعنا لسان العصفور كده وياخد ثلاث ارباع سوا، وفي الاخر يشوف هنقدمه ازاي في طبق التقديم. شفت الكفته شكلها حلو ازاي؟ زي الفل. تمام، نجيب طبق كده زي الفل، نجيب طبق ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. زي ده كده، اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي. نعمل لنا بقى 20 30 واحده حسب عدد افراد الاسره. وعايزه تشتغلي فيها كده بتجيبي شويه ميه جنبك كده علشان الكفته ما تمسكش في ايدك، لان كلنا عارفين الكفته دلوقتي فيها توست. تمام، وانت بتعملي كفته بالصينيه بتكوري كفته ممكن ميه بصل او ميه عاديه. ايديا في الميه كده وانا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحدة برضو نفس القصة. دي كبيرة قوي يا شيف، ما فيها كل حاجة بقى. هنقدمها ازاي دلوقتي؟ هي دي المفاجأة. بالشكل ده كده. ممكن على اقول لك على حاجة حلوة بقى، بس بسرك بقى الموضوع ده. تعمليها أنت بقى في البيت، تجيبي جبنة موزاريلا مش مبشورة، في جبنة موزاريلا سليمة أو شيدر سليمة، تقطعها مكعبات قد مكعب السكر كده. حلو الكلام؟ وتحشيها جوه اللحمه دي، تبقى انت عملت حاجه جديده احسن مني. حلو الكلام؟ يفتحوا هما بقى جواها كده يلاقوا جواها ايه؟ جبنه موزاريلا او جبنه شيدر مبشوره. ده يعني تجويد او ده اضافه. بسيب لك انا دايما الصوره مفتوحه تعملي الحاجه احسن مني، لان انا هدفي انك انت تكوني شاطره في المطبخ واحسن مني. كلهم قد بعض بالشكل ده كده. معايا حل على النار او طاسه على النار او صينيه على النار بتسخن جامد، هنحط فيها دلوقتي زيت زيتون ونحمر الكفته دي بتاعتنا كده واحنا شغالين. اللي احنا عملناهم دول نحطهم في قلب الطاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي زيت الزيتون. هنفتي والعلم موجود والابحاث العلميه، يبقى كل دكتور يقعد في بيته. اليوريك اسيد عموما علاجه شرب الميه بكثره واكل الخضروات الورقيه بكثره، وعندك الخيار والخس في مصر هنا العالم بيحسدنا عليه، ده اللي انصحك بيه. انما تحط ايه على اللحمه بقى والجو ده ماليش فيه. اللحمه ايه بالشكل ده كده؟ حاجه انت انا عارف ها؟ حبوا الشيف على طول لما يتكلم في الصراحه. هناخد الكفته دي زي ما هي. على فين يا عم الشيف؟ درجه حراره الفرن عندي 180، المفروض ان هي بتكمل سواها في الفرن. مش بتكمل سواها على عين البوتاجاز، ده الطبيعي، بس انا حطيتها على عين البوتاجاز كده تاخد صدمه ناريه. ونفتح الفرن كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. هناخدها زي ما هي كده وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه
خلي بالك شويه الزيت وشويه البهريز اللي نازلين منها دول هنحتاجهم مع لسان العصفور في قلب الفرن. بص عليها كده، يلا العب، هو ده. يلا تعالوا مع بعض نشتغل مع لسان العصفور. طاسة على النار بالشكل ده كده، ونبدا نحمر لسان العصفور بطريقه اللي هي مش معتاد بيها، يعني نحط بصلايه، نحط تومه بقى، وندلعه كده علشان ايه؟ نحضره للكفته دي كده. هو ده الكلام. عندك شوربه لحمه مسبقا، شوربه فراخ، ما فيش اي مشكله موجوده عندك، تستخدميها زي ما انت حابه. زيت اهو، معلقتين من الزيت، عليهم مكعبين من الزبده، معانا زبده هنا، اللهم صل على النبي. دي كفايه. حلو، ومعانا لسان العصفور، الكبسه السعودي. حاضر عينيا، وفرصه نوجه تحيه كبيره للشعب السعودي الشقيق. الكبسه السعودي بهاراتها الخمسه دي اهم حاجه، ودي عنوانها: اللومي اللي هو الليمون الجاف الاسود منه، القرفه اللي هي الدارسين الخشب دي لازم تكون موجوده، دي بهارات ما بتغيرش لون الشوربه ولكن بتدي طعم للشوربه. تاني يا شيف، دي بهارات ما بتغيرش لون الشوربه ولكن بتدي لها طعم فليفر عالي يعني. ومعانا كمان الهيل اللي هو الحبهان، ومعانا المسمار اللي هو القرنفل، وورق لورو، والفلفل الاسود بتاعنا الجميل، وده ايه؟ زي الفل. حابه تحط لها جنزبيل، في جنزبيل طازه وجنزبيل بودر، اختياري. طيب تمام. بعد كده بنسلق اللحم بتاعنا او الفراخ في قلب المرق ده كده، وبعد كده بنصف اللحم ونحط الرز مكان اللحم. عايزاها حمراء بتحط طماطم مبشوره، عايزاها بيضه بتحتفظ بلون الشوربه او لون المرق. وان شاء الله باذن الله تعالى تنتظروا مننا عمايل الكبسه خلال الاسبوع ده ان شاء الله. شايفين الرز لسان العصفور بيتحمر ازاي مع البصلايه الحلوه؟ نبدا نحط عليه البهارات وهو بيتحمر كده. البهارات بتاعتنا بقى ايه؟ شويه زعتر حلوين كده. حلو، يعني نبدا لسان العصفور ندلعه. حاضر عينيا، ونحط شويه بابريكا. دي بقى بتاعتك انت بقى، موضوع البهارات ديت. انا احب لسان العصفور ده متحوج يعني، من الاخر طاجي لسان العصفور كده بيتكلم مصري. عندك قرن فلفل حار، جوزك بيحب الحار، قطعيه في قلبه، مش هيقول لا يعني. بلاش تحط الشطه الناعمه، انا ما بحبش الشطه الناعمه في الاكل، احب لو الاكل عزاه سبايسي. معاك فلفل حار، في منه الاخضر وفي منه الاحمر، بنقطعه ونحطه في قلبي. خلونا احمر لسان العصفور، لانه طبعا التحمير ده بيتم من وقت للتاني كده مع التقليب، وعينينا عليه. والكفته بتاعتنا بتستوي في الفرن. هنطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض للاكلات البسيطه السهله بتاعت امهاتنا، ولكن بفكر جديد وبتقديمه جديده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زال التقليب مستمر باستمرار كده علشان مفيش حباية تتحمر وحباية ما تتحمرش، ويبقى كل لون واحد كده زي ما ظاهر قدام حضراتكم. بدأ يتحمص، بدأت الزبدة شربت لسان العصفور، لسان العصفور شرب الزبدة قصدي. حلو، والبهارات بتاعتنا زي الفل. يكون عندك مية بتغلي على النار، عندك شوربة مش هتقول لأ بالشكل ده كده، ونساوي لسان العصفور. عايزاه بالطماطم حط طماطم، مش عايزاه بالطماطم ده اختياري. وممكن نحط جزر مبشور، هو ده هو ده. شايف الجو ده كده؟ الله الله الله، واسيبه يكمل سوا. والله على شويه لسان العصفور، انا بعشق الشعريه لما بتتحمر وتحط عليها الشوربه، اشم ريحه كده مستحيل تلاقيها في اي حاجه تانية غير تحمير الشعريه وعليها الشوربه او لسان العصفور بالطريقه دي كده. هعمل تركيه دلوقتي، ناخد بعضينا كده واساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، وناخد بعضينا ونفتح الفرن عشان في تركيه مطلوبه. ايه هي؟ هنشوف الكفته اخبارها ايه. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ حلو قوي. هناخدها زي ما هي كده، كفته اهيت. بص عليها، بص على الحلاوه.
وناخد البهريز اللي نزل منها. شايفين الشكل الحلو ده كده اهو، البهريز ده ينزل كده على لسان العصفور اهو، البيون ده، الزبد ده اهو، ده خلاصة اللحمة مع التوابل مع البهارات، دي التركاية بقى اهو اهو، ينزل مع لسان العصفور يشربها اهو اهو. صفهم للآخر بقدر الإمكان، تجتهدي ونرجع كفتة تاني الفرن. ايه الأخبار؟ ايه ما فكتش يعني يا شفيق؟ تقول لي هتفك؟ طب نهزر ولا ايه؟ اهي بص عليها بعين جريئه اهو، شفت؟ وادي لسان العصفور اهو اهو، شفت البيون اللي نزل منها؟ البهريز اللي نزل منها راح فين؟ على لسان العصفور اهو. ونغطي لسان العصفور ده يا عم الشيف، يستوي كده ويبقى اخر دلع. حلو، لان احنا هناخد منه كميه اهو، ونغطيه. هنستاذن فريق العمل، مقادير عمل الكرامبل، مقادير الكرامبل على الشاشة بتقول ايه؟ بتقول مشمش خالي من النوى وما يكونش مستوي جامد، ومعانا زبدة طرية، ومعانا كمان قرفة ناعمة، حاجة جديدة وحاجة سهلة. اللهم صل على النبي. مين؟ حاضر عيني اهو، نطلع الأول الكفتة عشان نبص عليها. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار يا حلاوه؟ يا حلاوه، ده نزلت كمان بهريز، هناخد البهريز اهو، خلاها هنا اهي. ملي عينيك منها قبل ما احط عليها لسان العصفور. هندخل دي الفرن اهو، يلا. هتبص فين ولا فين؟ وتجيب ايه ولا ايه؟ الفرن فيه الكرامبل المشمش، واشوفك في المشمش في الفرن. وعندنا الكفته بتاعتنا اهي زي ما هي، اعمل ايه فيها؟ اهي هنفتح كده لسان العصفور، معلش اعمل التركايه دي قبل الفاصل، استاذنوني معلش اهو كده اهو، دي مهمه جدا على فكره اهو. ناخد البهريز ده كده تاني اهو، يلا اهو اهو اهو، كل ما تنزل نحطه على لسان العصفور اهو اهو. نرجع تاني، نرجعها تاني. خلينا نطلع فاصل صغير لان مهم جدا نرجع نشوف ازاي نعرف لسان العصفور على كفتة معمولة بتكنيك عالي وخبرة طهوية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. طبعا في الفاصل بستغل الفرصة، خدت لسان العصفور، جبت كسرولة ازاز للتقديم بقى، ما ينفعش اقدمها في الصينيه دي، وبعدين حطيت لسان العصفور ورصيت الكفته عليها، ظهر على الشاشه قدام حضراتكم. قولوا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها بالشكل ده كده، شكلها كبير شويه، انا عايز شكلها كده حلو تملى العين. كل واحد ياخد معلقتين لسان العصفور مع الكفته هي بتاعته بألف هنا وشفا، يعني الكسروله دي تكفي عدد افراد الاسره خمسه سته بألف هنا وشفا، هياكلوا منها مع طبق السلطه اللي عامله دلوقتي الفتوش، ونحل بالكرامبل بتاعنا اللي في الفرن. انا بقطع شويه فلفل اخضر كده، يعني ده اختياري حسب، فلفل اخضر رومي، فلفل احمر اللي موجود عندك كده، هنحطهم دلوقتي على الوش يدي شكل يعني برزنتيشن كده حلو. خلي بالك في شويه بهريز عندي هنا، انا هحطهم في الاخر بس على وش الخضره اه، الشكل ده كده اه، الموضوع هنا اختلف شويه صح. معانا المخرج الشاطر يحب الالوان الحلوه دي كده اه. ممكن تحطي فلفل احمر، بس انا عايز فلفل رومي كده عشان برضو ايه ما اخرجش من جو اكله امي، يعني تبقى ايه واخده الشكل ده كده اه. عندي البهريز بتاعنا، معانا مين يا فندم؟ طريقه ايه معلش؟ الطريقه حاضر يعني. طب نشوف المقادير اه اه اه، شفت البهريز ده كده ينزل على الوش اه اه، دول مهمين جدا على فكره فيهم كل الطعم اه. المقادير على الشاشة، لسان العصفور ده أساسي بنحمره مع بعض، لازم نحمره بالطريقة اللي أنا حمرتها دلوقتي، بصلة وتومة في قلبيه والبهارات بتاعتنا، وفي الآخر يا عم الشيف بناخد الكفتة بتاعتنا بنحطها، أحطها في الفرن كده أحا أهي، مش هشيلها طالما اديتني وقت، جاي على بالي أعمل حاجة حلوة بصراحة، أنت بتحب الحاجات الحلوة دي كده أه. حاضر، المقادير تاني للست الكل اللي اتصلت من شوية، عايزة تعرف ازاي عملت الكفتة اللطيفة الحلوة دي كده اهو، والمخرج الجميل اداني فرصة اجود وجرنش.
لازم اللحمه المفرومه تحطيها في الكبه مع توست، اللي هي شرايح التوست بتاعتنا بنشيل اطرافها يا ست الكل، وننقعها في شويه حليب وندخلها مع الكفته بتاعتنا في قلب الخلاط. في الاخر كلهم بيختلطوا مع بعض بالشكل الحلو اللي حضراتكم شفتوه، ونحط عليها البهارات بتاعتنا وندخلها الفرن بعد ما بنكورها او بتحطيها على الصدمه الناريه بتاعه الفرن. القرن الفلفل ده عاجبني، الشغل ده حلو قوي. شفت المخرج لما ادانا وقت؟ اخبار الفرن ايه؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. هننزل دي تحت كده، اللهم صل على النبي، وناخد الكسروله الحلوه دي كده اهي بالشكل الحلو بتاعها. حاجه جديده. لو جينا للمكونات بس عشان نتكلم الصراحه، نفس المكونات اللي بتستخدمها كل الامهات في عمايل الطبق، اللي هو طاجن لسان العصفور باللحمه. ما جبتش حاجه جديده، لحمه مفرومه ولسان عصفور وبصل وتوم من الثلاجه، وعملته بشكل جديد وبطعم تاني خالص. يلا اللهم صل على النبي اهو. ايه الحلاوه دي؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. كل حاجه مستويه وزي الفل. معانا الكرنب هنطلعه فوق ياخد وش كمان. ونشتغل في تقطيع الخضار. قول رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.